إذا متتبعي وزوار موقع جديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم من قضايا ومحاكم هي من أمام محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، والسبب هي الاستماع للتظلم ديال واحد العمال اللي كانت عندهم واحد القضية في المحكمة مع الشركة اللي مشغلاهم، هي شركة بينما. احنا بحكم أننا كالعادة ما كندخلوش أطراف في النزاع، وإنما لتنوير ولتقريب المشاهد ولا المتتبع ولا زائر الموقع ولا المسؤولين القضائيين وكذا بمندوبية الشغل ولا أي مسؤول آخر، غادي نحاولوا ما أمكن أن ناخذوا ارتسامات وتصريحات من عند هاد العمال هادو، ونحاولوا نديروا واحد القراءة ديال الحكم الابتدائي اللي جا ضد هاد الفئة هادي، رغم أن كاين هناك شي أمور اللي كالعادة علامة استفهام، وإلى ذلك الحين نتمنى بأن الأمور تمشي في الاتجاه اللي بغينا، ألا وهو إظهار الحقيقة. وشكرا. اسم الكريم؟ خالد رداد. خالد رداد. عبد الغني المغاري. عبد الغني المغاري. برادي سعيد. برادي سعيد. وهادي محمد. وهادي محمد. سلام عبد الله. سلام عبد الله. فدواش حسن. فدواش حسن. أنتم كلكم عمال ديال الشركة ديال بينما. تم الطرد ديالكم حسب اللي قلتو، التعليل كان فيه بانه راه كاين هناك خطا جسيم، وفي ارض الواقع انتم كتعتبروا بانه عدم الحضور الاجتماع هو اللي كان سبب، والانتماء النقابي هو اللي كان سبب، وبالتالي الباترونه مع النقابه هي اللي كانت العنوان الابرز لهذه القضيه هذه. المهم شكرا بعدا على انكم فتحتوا القلب ديالكم للجديده نيوز، وكنتمناو بانه من خلال هذا الحوار اللي غادي نجريو معكم ان الامور تظهر الحقيقه تبان، والامور ترجع للنصاب ديالها وتاخذوا الحق ديالكم. متتبعي وزوار موقع الجديده نيوز، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا في المقر ديال الجريده كنستضيفوا العمال ديال شركه بينما اللي سبق تعرضوا للطرد، وهذاك الطرد اللي بالنسبة للشركة عادي، ولكن بالنسبة لهاد العمال فهاد الطرد هذا ما احترمش المساطير المعمول بها، ما احترمش قانون ومدونة الشغل. وغنحاولوا من خلال هاد الجلسة أننا نناقشوا هاد الحيتيات ديال الملف من الجانب القانوني كذلك الجانب الاجتماعي وجانب مدونة الشغل. مهم نحاول ما أمكن أننا نقرب المتتبع كذلك المسؤولين من هذا الملف هذا، وعلى بركة الله أنطلقوا ونديروا في هذا الحوار هذا إن شاء الله. إذن كيف شرنا ليه، فأنتم كعمال ديال هاد الشركة هذه تعرضتوا للطرد، تسعود ديال العمال، شحال وهاد العمال خدامين في هاد الشركة، يعني من إلى؟ تقريبا شي 56 واحد في المجموع. 56 تقريبا واحد. تقريبا في المجموع بين عرب وبين عمال. إذا السؤال الأول هي شحال هادي باش أسستو المكتب النقابي، وشحال هما الأعضاء ديال المكتب المسير، وشحال من واحد من خارط معاكم من هاد الشركة؟ السؤال الثاني هي ديال أش من عام ولا أش من تاريخ انطلقت المشاكل اللي على إثرها تم طرد ديالكم، ولا بطريقة أخرى كيفاش جا الطرد ديالكم؟ السؤال الثالث، شنو هي الإجراءات اللي درتو مباشرة من بعد التوصل ديالكم بهذاك القرار ديال الطرد من العمل؟ كسؤال رابع، هاد النقاط كاملين اللي ذكرتو دابا وفي آخر المطاف وصلتو للمحكمة،
على ديك المحكمة هنا قدامي واحد الحكم اللي في الشكل ديالو يعني في الموضوع ديالو مذكور دايرين وحيث أنه بثبوت الأخطاء المذكورة أعلاه في حق المدعي وبثبوت سلوك المدعى عليه المدعى عليها أي الشركة المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد 62 وما يليها من مدونات الشغل يكون قرار فصله مرتكز على أسباب مبررة وتكون طلباته المتعلقة بالتعويض عن الضرر والفصل والإخطار غير مبينة على أساس ويتعين رفضها. هذه المادة 62 وما يليها حسب اللي كنعرفوا حنايا سيرتو بانهم اللي كنجيو فقره اخرى قبل كنلقاهم كيهضروا على اخطاء جسيمه بمفهوم الماده 39. اش كتقولوا بخصوص هاد النقاط هادو؟ وحسب المدونه الجديده للشغل وفق اخر التعديلات مع النصوص التطبيقيه كتاكد بانه في الماده 39 كتعتبر الاخطاء الجسيمه اللي يمكن لها تؤدي للفصل عن العمل اولا ارتكاب جنحه ماسه بالشرف او الامانه او الاداب العامه صدر بشانها حكم نهائي وسالب للحريه افشاء السر المهني نتج عنه ضرر للمقاوله ارتكاب الافعال التاليه داخل المؤسسه او اثناء الشغل سرقه خيانه الامانه السوق العلني تعاطي ماده مخدره الاعتداء بالضرب السب الفادح رفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر تغيب بدون مبرر اكثر من 4 أيام او 8 أنصاف يوم خلال 12 شهرا الحاق ضرر جسيم بالتجهيزات او الالات او المواد الاوليه عمدا او نتيجه اهمال فادح ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة التعريض على الفساد استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني المواجهة ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها. إذن هنا هادو هما الحوايج اللي كيأديو إلى الفصل. واش هاد الأسباب كاين شي حاجة منها ممكن تطبق عليهم؟ إذن كان الأمر كذلك فكما قلنا المادة 62 وما يليها هذه المادة 62 اش كتقول لك؟ كتقول لك يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع عليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتي الشغل. هذه النقطة بعدا كتهضر على واحد الأجير وخص لي غيكون حاضر ممثل النقابة فما بالك بأن المتضرر نيت هو ممثل نقابة وهاد المادة 62 كتبع 63 اش كتقول؟ كتقول بأن المقرر ديال العقوبة التأديبية الواردة في المادة 37 إعلاء أو مقرر الفصل هو اللي مطبق عليكم أنتوما فصل خص يمشي المقرر إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المذكور يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عبء
عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله. هنا نقول لكم واش تسلمتوا هذاك القرار ديال الفصل ولا مقرر ديال الفصل داخل أجل 48 ساعة؟ احنا العمال ديال شركة بينما المطرودين تعسفا، ما نقولش تعسفا ولكن نقدر نقول مطرودين ظلما. تأسسنا هذا المكتب النقابي 26/5/2014 وتسمى طرد المكتب النقابي اللي كيتكون من 9 ديال العمال 6/1/2015 تقريبا 7 شهور بين من كوننا المكتب النقابي. الانخراط فيه ديال العمال تقريبا 46 عامل. في هاد 7 شهور لقينا يعني المدير ديال الشركه حسن الطراب ما تقبلش بانه، وقال لنا يعني بالفم ديالو بان سميه النقابه ما تدورش عندي في الشركه، رغم ان هاد الشركه راه بدات صغيره وحنا اللي كبرناها بالليل وبالنهار. وفي الاخر قال لك اودي مكتب نقابي او النقابه ما تدورش عندي. حطينا الطالب اجتماع 16/6/2014 وحنا اللي طالبني بهذا الاجتماع، حنا اللي طالبني بهذا الاجتماع على اساس ان كاين عده مشاكل في هذه الشركه وما كنهضروش من الفراغ، كاين الوثائق اللي كتدل بان هذه الشركه حطمت رقم قياسي في عدد، مثلا في عدد، وهذا اللي كنا كناديو به، في عدد الحوادث للشغل. واكثر من هذا كاين حتى الوفيات، ملي توفوا لينا جوج ديال الشباب نافع مشاو ضحيه ديال هذه الشركه. من ثم قررنا جميع العمال جميع المنخرطين باستثناء جوج ديال الاشخاص، وهاد الاشخاص اللي ما دخلوش معنا في المكتب في حريه النقابيه بضغوطات. توفوا جوج. من ثم اتفقنا العمال بكل عفويه وبكل حريه انهم باش يديروا نقابه. تكوين نقابه في ظرف 7 شهور غيتم طرد المكتب النقابي ديالها كما قلت، رغم الضغوطات في هاد 7 شهور اللي عشناها مع السيد المدير حسن الطراب مدير شركه بينما. وحاولنا ودخلت جميع السلطات ما فيها المندوبيه الشغل، نبهاتو على ان على اساس انه راه من حقه من حقهم تكوين نقابي، وعدنا ورقه وعدني نسخه بان ما كيعترفش بالمكتب النقابه بتاتا. ورفض الحوار على اساس دائما كيرفض الحوار، وعندنا عده مراسلات انه باش نطالبوا باجتماع باش ناقشوا معاه جميع الامور. والطرد ديال هذا المكتب النقابي راه اكثر فيهم اللي خدامين معنا كاين 22 سنه ديال العمل ليل ونهار، اقول ليل ونهار. وانا كرأي ك ك ك ككاتب العام ديال سميتو عندي 14 عام حتى دابا. عاد ملي ما بقاوش مني حاول بما امكن انه يقلبني على شي ثغرات او على بعض التهم، راسلنا حنا قلنا 6/1/2015 واحد الاجتماع، رد علينا بالقبول كمكتب نقابي. عندنا رساله اللي رسلناها ملي جا دار هذا الاجتماع، قال لك لا ما تدخلوش كمكتب نقابي، كيرفض كمكتب نقابي، قال لك غيدخلوا العمال. طبيعه الحال انا المكتب النقابي ولا العمال ما بغاوش يحضروا لهذا الاجتماع تضامن، لانهم هم كلهم ملطاوين تحت الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وهذا حق نقابي. الخطا الجنسي ما ارتكبوش هاد العمال، ما ارتكبوش هاد المكتب النقابي اكثر ما ارتكبوا السيد حسن الطراب المدير شركه بينما. هذا قانون. للاسف تم الطرد ديالنا، درنا اعتصام امام شركه بينما وبحضور جميع السلطات، والسلطات تعاطفات معنا ضمنيا لان عرفت بان عندنا حالات اجتماعيه، واعترفت بان الحق معنا، لا من السيد الباشا ولا من المسؤولين من العماله ولا من السيد مندوب الشغل اللي كنشكرهم كلو داروا خدمتهم.
وقلنا سير اولدي سيروا للمحكمه كون على يقين ان راه الحق معاكم. للاسف الشديد للاسف الشديد وبكل حسره للاسف الشديد وبكل حسره المحكمه الابتدائيه بمدينه جديده استندت غير الشهود. قلنا الطرد هو في الحقيقه الطرد بكل واقعيه الطرد ما كانش بسبب هذا الاجتماع اكثر ما كان بسبب انخراطنا في نقابه. هذا هو السبب الرئيسي. علاش؟ لان والدليل لان اللي طرد شكون؟ كتب نقابي اللي كيتكون من قلنا كما قلنا من تسعود ديال العمال وهما اللي طردوا وهما اللي طردوا ما طرد حتى شي شي يعني عامل خريط معنا ما طردش. قال لك اسيدي قال لك ثاني تهمه بانك انتم كتحرضوا. الله اكبر كيفاش التحريض وانا بصفتي كنقابي الا بغيت من حقي انني نحرض ننسق ما نقولش تحريض ولكن ننسق مع المنخرطين رغم ان المنخرطين هما ضامنوا معنا حتى من كنا درنا الاعتصام قدام باب الشركه ديال بينما يعني كانوا معنا كل جميع المنخرطين بدون استثناء رغم الضغوطات اللي مورست عليهم باش يرجعوا يخدموا والاغراءات. وفي الاخير تم الطرد ديالنا والتجأنا لجميع السبل من فيها المندوبيه الشغل اللي نبهات مدير الشركه واتصلت بي عده مرات ديما كيتهرب انا في فرنسا انا مريض انا يعني الهروب. اتصلنا بالسيد الباشا مشكور اللي تدخل واتصل به واتصل بالسيد المدير وكان دائما كيتهرب عليه حتى اخر مطاف صيفط ليه مسؤول ممثل الشركه اللي هو السيد احمد الانوار اللي رفضا والسيد الفلالي اللي رفض المدير نائب المدير اللي رفض ان القرار خاضه السيد الحسن طراب بالطرد بصفه نهائيه. من ثم شفنا بان هذا السيد ما كيامنش بالحوار. امنا بالعداله وخصوص في المدينه الجديده كما مازال كنامنوا بها. اتجهنا الى المحكمه على اساس وحنا يقين بان الحق معنا لا غبار عليه. عندنا اليقين تام بان نحن مظلومين وعندنا اليقين بان الحق كما قلت راه معنا ولكن للاسف الشديد اقوله للاسف الشديد وبكل حسره خاب الظن وحسيني بان لا اقول انحياز لا اقول ولكن هناك شيء ما الفصول لم تطبق حتى الفصول اللي حكمت بها المحكمه الابتدائيه بمدينه الجديده لم تطبق حكمت علينا بفصول 62 فصل 62 ما عرفتش انا كيفاش ما عرفتش انا باي حجه وباي دليل طرد تم نهار 6/1/2015 الخطأ الجسيم الطرد تم 6/1/2015 والخطأ الجسيم بين الخطأ الجسيم وبين الطرد 19 يوم وبالدليل وفين المادة 62 اللي كتقول بأن أقل من 8 أيام أو أقل من 48 ساعة أقل من 48 ساعة 19 يوم وبالدليل بين الخطأ الجسيم المزعوم وبين الطرد هناك 19 يوم رغم أن نحن لم نرتكب أي خطأ جسيم وربما هناك تفصل حكمت علينا به السيد القاضية هو المادة 37 تسلسل أو تدرج في العقوبات أتحدى ناخذ أكثر واحد عندنا اللي يخدم في هذه الشركة أكثر من 22 سنة مشيو يجيبوا لنا غير خطأ جسيم واحد ارتكبوا واحد انذار واحد غير انذار واحد لهذه المدة طويلة لهذه المدة ديال 22 عام فين هو 37
على ما هناك علامات استفهام كثيرة، علامات استفهام كثيرة في هذا الحكم الجارع. اعتمدت في هذه القضية ديالنا للأسف ربما اعتمدت على شهود، وهاد الشهود هما شكون هما؟ علما أن هاد الشهود حنا كنشوفوهم بأن شهود زور، شهود زور، وكنتمناو أن يكون البحث بحث وتحقيق وتدقيق مع هاد الشهود، علما أنهم هما مسؤولين إداريين في نفس الشركة. أقسم بالله في نفس الشركة، ربما حنا كنشوفوهم بغياب الحيادية وكنا كنظنوا أنهم يقدروا يشهدوا بالحق، ولكن للأسف أن هاد الشهود عندهم ملفات أخرى في نفس الشركة كيشهدوا دائما ضد العمال، كيشهدوا ضد العمال. كاينين أكثر من حالات، وأكثر من حالات نفس الطريقة، نفس كيبحثوا دائما على الطرد، كيجيبوا شهود من نفس الشهود تقريبا، كيعلموا اش غتقولوا، هاد التهمة ديالو، هاد التهمة ديالو، باش يتم الطرد ديالو تعسفيا بدون وجه حق. لهذا تنطالبوا من رئيس المحكمة ابتدائية، من رئيس المحكمة ابتدائية التحقيق والتدقيق وتمحيص في هذا الملف جيدا، رغم أنه لا يحتاج لهذه الزوبعة كاملة، لأنه صراحة سهل الطرد تم بسبب المكتب النقابي، بسبب انخراط. إذا كانت النقابة فهي تهمة، فنحن كمكتب نقابي فعلا ارتكبنا هذه التهمة. احنا مشينا مع الدستور اللي كيقول بأن من حقنا ومن واجب لنا أن ننخرطوا في المكتب النقابي. إذا كان هنا ضرب حريات فيخرجوا لنا ديريكت وغنحضروا روسنا ونمشيو بدون ما نطالبوا حتى شي حاجه، بدون يصعوا ما غنطالبوا حتى شي حاجه. الا كانت تكوين حريه النقاب، ضرب الحريه النقابيه، فاحنا فعلا عندنا التهمه. حكمت علينا السيد القاضي في المكتب في المحكمه الابتدائيه بفصول مديرين فيها حنايا حتى شي حاجه للاسف. ما عرفش انا كيفاش استجات هذا سميتو لي. هي فعلا اعتمدت على شهود، وفعلا كانوا شهود، وقلنا بان الشهود، ونبهنا الاستاذه المحترمه بان هاد الشهود راه تغي فيهم الحياديه، قالت لك بانهم راه حلفوا، راهم حلفوا، رغم ان نبهنا بانه راه ما كيشهدوش غير في هذا الملف، راه هناك ملفات عده بانه كيشهدوا فيها. حنا راه تسعود العمال طردنا، انا ما باغيش نطلب على الحالات الاجتماعيه، ما باغيش نلح على شي واحد يعطيني شي حق ديالي، انا باغي حقي وكنامن بحقي. فين؟ في هذه العداله، في المحكمه، في الجديده، لان كنامنوا بالقانون وكنامنوا اكثر بدوله الحق والقانون. اللي ما كانش كيامن بها السيد حسن الطراب فاحنا كنامنوا بها، مادام ما كيامنش بانه يتحاور معنا احنا كعمال اللي ضحينا، اقول ضحينا معاه وضحينا مع هاد الشركه. وربما نذكروا بانه ملي كان كيجي عندنا كيقول لنا غير وليدي خدموا نهارين وقت تبقى في الشركه، راه والله العلي العظيم ما تكون غير خاطركم. حتى مني تبارك الله كبر ولا الشركه لها اسم وازن في المغرب، تم الله جاي من جميع الشعارات ومن جميع الوعود. حسب اللي شفتو، حسب اللي تابعته، إذن هاد العمال نقدر نقولوا بأنهم تحاكموا من طرف الشركة بفصول، وهي قانون الشغل واضح وبين حسب الملاحظ، حسب الحالات اللي تابعتها الجديدة نيوز، كاين واحد الفراغ في قانون الشغل، ماشي من حيث النصوص هي واضحة وبينة، ولكن من حيث المعالجة ديال ديك النصوص، ولا من حيث التكييف ديال ديك النصوص مع الحالات اللي كدوز أمام المحكمة. لحقاش ملي كنجيو كنشوفو بأن واحد مسكين عامل بسيط كيحضر مع المشغل ديالو، كيتطاهد وما يحضرش مع عند مفتش الشغل، ما يعطيش اعتبار ما والو، وفي آخر المطاف كنلقاو بأنه كتحكم المحكمة برفض الطلب. واش هذاك السيد عافاق من القلبه قال راني غندعي المشغل، هذاك راه ما كنتش خدام معاه وغادي ندعيه،
فخص الحق ديال هذاك المشغل ديال المشغل، راه العامل راه الاجير راه عندهم واحد الحقوق مهضومه، ونزاعات الشغل كنلقاوها بزاف، راه الاغلبيه ديالهم ما كيلجؤوش للمحكمه، كيكمد مسكين ويسكن بعد سنين ديال العمل كيطردوا، كاين اللي كيحضر راسه ويمشي، وتا داك اللي بغى يفيق ويدير فيها عائق ويمشي مسكين يطالب بالحقوق ديالو، في اخر المطاف اش كاين؟ والو، رفض الطلب، شويه عاوتاني بقى تسخسخ عاوتاني، وكتبقى القضيه فيها اللعب، وفي اخر المطاف ما كياخذش حقه. الحاله اللي قدامنا دابا هي خير دليل، تسعود ديال الناس ممتنين ديال مكتب نقابي يا عباد الله، راه مكتب نقابي، راه شرح ديال النقابه كتساوي الدفاع عن حقوق العمال، يولي هما ما قدوش يدافعوا عن الحقوق ديالهم. فين هو الاحترام ديال الدستور؟ فين هو الاحترام ديال القانون؟ وما طلبوا والو، كيقول لك ما احترموا القانون. فصول نتوما كاتبينهم بيديكم، فصل كذا وكذا وفصل كذا وكذا، ملي قريناهم فصول دابا ما مطبقينش عليهم. إذا علاش غيطبق عليهم هاد الفصول صحة؟ بحال داك اللي حكموا عليه بالإعدام وهو واقف قدام المحكمة، علاش؟ عنده مخالفة ديال بناء بنبي تسطح، وحاكمين عليه بلي راه قاتل واحد بموس، راه نفس القضية. كطبقوا فصول اللي ما مطبقاش على هاد الناس هادي. واش خاص غير نكتبوا بناء على الفصل كذا وكذا ونقولوا اللي بغينا؟ لا، هاد الناس عندهم مشكله ديال النزاع ديال الشغل، مكتب نقابي تستهدف كلا العصا، هذا كيتسمى ضرب للحريات وضرب للديمقراطيه اللي ما فاتئ صاحب الجلاله كينادي بها، اللي كتعتبر اعلى سلطه. اذا الا كنا في بلاد ديال الحق ديال الديمقراطيه، خصنا نعطيو لهاد الناس الحقوق ديالهم، وهاد الشركه خصها تعرف راسها بانها ما منحقاش ضرب مكتب نقابي، خصها تحترم النقابه تحترم الدستور. 2011 قلنا تغيير، جا تغيير دستور جديد، اذا هاد الدستور هذا ضمن هاد الحق هذا. ايوا وفين هو؟ كنقولوها ديما، المحكمه عندنا في الجديده عندها جوج ثغرات، العقار ونزاعات الشغل، باقا فيها هفوات. كنتمنى يردوا الاعتبار لهاد جوج النقاط هادو، ما يبقاوش النزاعات ديما الضعيف هو اللي كياكل فيهم العصا، لسبب من الاسباب لما ندخلوا في هاد الحيتيات. حنا ديجا مزيانين وغنزيدو نكملوا. المهم حنا ما غنسكتوش، حنا غنبقاو ديما نوضعوا النقاط على الحروف. كنتمنى من المحكمه ديال الاستئناف انها تدارك الاخطاء اللي ترتكبت في الابتدائيه، وهاد العمال هادو ياخذوا ابسط الحقوق ديالهم، الا وهي التعويض على هاد السنوات هادي اللي كما قالوا بنادم بنى عليهم شركه على ظهرهم، وملي يطلع وصل يركلهم. هذه امور غير مقبوله، ونتمنوا من الحق يرجع لصحابه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.